الحمد لله حنا عشنا عائله واحده، ما كان حتى شي فرق. الدار مغربي، يهودي مغربي، سواء في اوروبا وفي اسرائيل كتشوف التصويره ديال محمد الخامس الله يرحمه، التصويره ديال الصوره ديال الحسن الثاني الله يرحمه، الصوره ديال محمد السادس. ما دامت القنوات مشدوده ما غادي تعطي حتى شي نتيجه. اليهود المسلمين كيعبدوا الله، ماشي سافي با دير باللي النصارى ما كيعبدوش الله، ولكن بعاد بعاد بزاف علينا وعليكم باش نقربوهم ونقارنوهم معنا، رغم انهم في اسرائيل ولا كاين التقاليد ديالهم والعادات ديالهم اللي ورثوا من جد 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 من المغرب داوها معاهم. يعني ملي غادروا اليهود هنا جابت هاد الظروف، ما نقولوش علاش، لان هذه اراده الهيه. علاش؟ سؤال بدون جواب. صار اليهودي مغربي فين ما كان كيبقى مغربي وكيحمق على بلاده. الحلم تحقق صراحه، الحلم تحقق. كنشكركم بزاف على هذه الفرصه اللي عطيتونا باش نعبروا على الفرحه ديالنا بمناسبه الاعلان عن استئناف العلاقه مع اسرائيل. بون اسمي جاكوب ترجمان، من مدينه ارفود، يعني جهه مولاي علي الشريف، وقاضي عبري بالمحكمه الابتدائيه بطنجه، اكثر من 35 سنه. اليهود المغاربة يختلفوا مع إخوانهم المسلمين المغاربة، يختلفون الكثير الكثير من باقي اليهود اللي مثلا المصريين ولا الأردنيين ولا الإيرانيين. الحمد لله احنا عشنا عائلة واحدة، ما كان حتى شي فرق. الفرق اللي كيفرق بيننا غير التقاليد والدين، أما تبادل الزيارات في الأعياد في عدة مناسبات، يعني عائلة وحدة عشنا والحمد لله. ما عمرنا ما حسنا راسنا مضيقين في بلادنا، فين ما كنا في أنحاء العالم المغرب في القلب ديالنا، ملكنا والشعب المغربي في القلب ديالنا. وما كنحسوا باللي ملي كنكونوا خارج الوطن كنحسوا باللي حاجة ناقصة، رغم أن احنا أننا نوجد مثلا في مدينة أوروبية اللي هي كتختلف كثير على المغرب، ولكني كتنقصنا شي حاجة. ملي كندخلوا البلاد رجعوا لبلادنا، يعني نستأنف داك الشيء اللي كان خاصنا. علاش؟ هذا دليل على أن الحب ديال ملكنا ودي الوطن الأصدقاء ديالنا منذ الزمن ومنذ القدم، يعني ماشي شي حاجة جديدة ديال 10 سنين 20 سنة. اليهود كانوا هنا أكثر من 2400 سنة، وقالها سيدنا الحسن الثاني الله يواليه برحمه الله في عده مناسبات امام الجاليه اليهوديه المغربيه في كندا وفي امريكا. والعلاقه الحمد لله مستمره الى يومنا هذا. دابا غادي نجددوها بهذا الاعلان عن استئناف العلاقه. الصراحه الفرحه والسرور غمت قلوبنا. انا من يوم الاعلان، من ذاك النهار فاش تم الاعلان عن استئناف العلاقات، تلقيت عدة مكالمات من أصدقائي المسلمين في المهنة وفي مهن أخرى من الوطن وخارج الوطن، بلا ما نقول لك الاحتفال والفرحة ديال اليهود المغاربة اللي هما هنا واللي هما خارج الوطن. والحمد لله كنحمد ربي ونشكر، كنا كننتظروا هذا الشيء لأنه العلاقة كانت، ولكن ماشي شي علاقة يعني مباشرة، علاقة بصفة أخرى. كانت العلاقة التجارية ما بين المغرب وإسرائيل منذ سنين، ولكن الحمد لله دابا أصبحت رسمية. استئناف العلاقة ما بين المغرب وما بين إسرائيل غادي يسمح لعدة قنوات اللي كانت مشدودة غادي تفتح. مثلا كنعرفوا بلي
باللي القضيه الفلسطينيه كتعرقل كتعرقل استئناف العلاقات ما بين اي دوله كانت مع اسرائيل، كتشوف الاحتجاج الى اخره. ولكن الى فكروا مزيان، كل دوله عربيه استأنفت العلاقات مع اسرائيل غادي يجيب غير الخير والسلام ويفتح عده قنوات وعده طرق سهله الاتصال وباش تعدل القضيه الفلسطينيه. اما ما دامت القنوات مشدوده العلاقات مجمده، يعني كتبقى ديك القضيه الفلسطينيه حتى هي مجمده، واش غادي تزيد للقدام؟ ما غادي تعطي حتى شي نتيجه. والحمد لله انا على يقين باللي استئناف العلاقات ما بين المغرب وما بين اسرائيل، يعني اولا بلا ما نهضروا على الطرق اللي هي غادي تفتح وتسهل على السياح الاسرائيليين، ماشي غير السياح الاسرائيليين، السياح السياحيين الاسرائيليين هما تزادوا في المغرب، ولكن المغاربه اللي هما عندهم علاقه، مثلا سيده مغربيه يهوديه اللي تزوجات مع اوروبي مع كندي مع امريكاني والعائله كتكبر وكلهم الاولاد كيعتبروا مغاربه، دونك ملي كيجيو لهنا يزوروا في المناسبات الدينيه ولا الاعياد ولا المواسم ولا الصالحين الى اخره، كتشوف باللي سيد مغربي ومعاه خمسه سته الافراد العائله ديالو اللي هما ما تزادوش في المغرب. وشوف دابا الجاليه اليهوديه كيفاش تطورت وكيفاش انفتحت. هي اولا الا بغيتي نبداو بالكتابه، الكتابه كنكتبوا من اليمين للشمال وماشي من الشمال لليمين، كالعربيه عده حروف اللي كيشبهوا العبريه والعربيه. الصلوات احنا كنختلفوا بزاف، المسلمين واليهود كيختلفوا بزاف على المسيحيين، لان المسيحيين بون عندهم مره واحده في الاسبوع، ما عرفتش اش كيعملوا في المعبد ديالهم ولا في الاكليز ديالهم. ولكن الحمد لله اليهود المسلمين كيعبدوا الله، ماشي سافي با دير باللي النصارى ما كيعبدوش الله، ولكن بعاد بزاف علينا وعليكم باش نقربوهم ونقارنوهم معنا. احنا الصلوات عندنا بحالنا بحالكم، عندنا الصيام، عندنا الاعياد، وعندنا عده تقاليد اللي هي ما كتختلفش بزاف، كنتشابهوا في اللباس وفي كل ما هي حاجه. المغاربه اليهود فين ما كانوا شفناهم في اوروبا ولا في اسرائيل عندهم نفس الشعور اللي كنحسوا به هنا، سواء في الاكل في اللباس في الاعياد، رغم انهم في اسرائيل ولكن التقاليد ديالهم والعادات ديالهم اللي ورثوا من جد 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 من المغرب داوها معاهم وورثوها لولادهم ولاد ولادهم لحفايضهم. يعني التقاليد المغربيه الحمد لله باقيه الى يومنا هذا. كتدخل مثلا شي دار مغربي يهودي مغربي سواء في اوروبا وفي اسرائيل، كتشوف التصويره ديال محمد الخامس الله يرحمه، التصويره ديال الصوره ديال الحسن الثاني الله يرحمه، الصوره ديال محمد السادس، والتقاليد في كل شيء، الشكشو كوسكوس الشباكيه كل شيء لله داوه معايا. يعني ملي غادروا اليهود هنا جابت هاد الظروف، ما نقولوش علاش، لان هذه اراده الهيه. علاش؟ سؤال بدون جواب، هاد الشيء اراد به الله سبحانه وتعالى. الا تساليني مثلا كيفاش عشنا مع اليهود في المنطقه ديالنا في مولاي علي الشريف، غادي نقول لك باللي محال تثقي بيا، وهذه يمكن يشهدوا عليها الناس ديال المنطقه. كنا كنعسوا في ديارنا في الصيف مثلا الابواب مفتوحه، كانت ثقه والامان، السرقه ما يعرفوهاش. الامان والصدق والنيه اللي كانت في ذاك الوقت ما كاينش دابا. يعني قلت لك واش يمكن اليوم شي بنادم ينعس ويخلي بيبان دارو مفتوحه؟ ابدا. شدها ومحال انت مهنيه واخا تشديها ابلي فورت ريزون. اذا الحمد لله ديك المعيشه وديك الصدق وديك النيه اختلفت بزاف، لانه اليوم العالم تطور. في الايام اللي كنا مثلا اللي عشنا ما كانتش التلفازه، وملي بدات التلفازه بدات بالاسود والابيض، ملي بدات عاود ثاني تطورت الالكترونيه والناس فتحوا عينهم بزاف وكيشوفوا مثلا كيشوفوا اليهودي بصوره اخرى، حيتاش ماشي بحال جدودهم اللي كبروا بعائله واحده ما فرق بيناتهم غير الدين. اما الحمد لله اليوم باختصار اليهودي مغربي فين ما كان كيبقى مغربي وكيحمق على بلاده وكينتظر الفرص باش المجال يتفتح ويزيد يتطور اكثر فاكثر. وهذا الشيء الحمد لله الحلم تحقق، صراحه الحلم تحقق. وحنا احتفلنا منذ يوم الاعلان هذه
أسبوعين تقريبا ولا أكثر شوية منذ الإعلان عن استئناف العلاقات، ما نقدرش نعبرك على الفرحة اللي عمت السرور ديالنا. تلقيت العديد 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 من المكالمات أو دي ميساج باغ واتساب، مبروك مبروك بحال زوجت ولدي ولا بنتي. والحمد لله هذه صادفت هذا الإعلان من عند الله، صفدت يوم العيد، يوم الأول من عيد النور، إن شاء الله غادي يجيب النور لسيدنا الله ينصره والأسرة العلوية الملكية وجميع والشعب المغربي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمي محمد الشاط، أشتغل مع اليهود المغاربة عدة كثرة سنوات، كما كانوا يشتغلون كثرة عائلتنا معهم، بحيث كنا نشتغل كثرة في عدة معابد يهودية، سواء في الإدارة أو المقابر اليهودية. احنا من عدة سنين نحن نشتغل معهم، فالعلاقة الطيبة معهم، فهمتي، يحترموننا ونحترمهم. بالنسبة كتراب مسلم بأن يحترمون الديانة الإسلامية، الديانة الإسلامية، كما نحن نحترم الديانة العبرية، ونحن كتراب متعايشين كمغاربة، لا يفرقنا إلا الدين، نحترم دينهم ويحترموننا. كل سنة يزورون وطنهم، والحنين إلى المغرب بصفتهم كتراب كمغاربة، يقيمون هناك في القدس في عدة مدن أخرى كتراب إسرائيلية، ويأتون كل سنة بالمناسبات وغير المناسبات، حيث يزورون المقابر ويترحمون على أمواتهم. ليس هنا أي مضايقات، بحيث كتراب نشتغل مع بعض، أنت ولا أحد هم يعرفون، لسه ولا وحدي الذي أشتغل معهم، بل يشتغلون عدة مسلمين معهم، سواء في المقابر أو في المعابد أو في المتاحف، ونحن نتعايش معهم. كل ما أتمنى من المغاربة ليكونوا على عين بأن هؤلاء فهم مغاربة، أنت ولا فرق ما بين مغربي ومغربي، أنت هم ديانة عبرية ونحن ديانة إسلامية، ولا فرق، هم يحترموننا ونحن نحترمهم، وهكذا نتعايش معهم من قديم الزمن. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.